هؤلاء هم أولياء الله تعالى الذين فرض الموالاة فيما بينهم بحيث يتولى بعضهم بعضا، وهم الذين جمعوا هذه الخصال، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وطاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجد كيف اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في القرآن الكريم دليلا على حب الله تعالى، فإن حب الله عز وجل عنوانه اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول إنما جاء من عند الله، فالرسول هو عنوان المرسل، والمرسل هو الله، وقد أرسله من أجل أن يطاع. فالله سبحانه وتعالى يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. جعل متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واقعة بين طرفي الحب، بين حب العباد لله تعالى الذي يدعونه، فإنه يصدق باتباع الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، وحب الله تعالى للعباد الذي هو ثمرة لهذا الاتباع ونتيجة عنه. هذا الحب يترتب عليه غفران الذنوب، وما هي جائزة هذا الغفران؟ إنما جائزته وما فالغفران جائزة هذا الحب، وما نتيجة هذا الغفران؟ نتيجته أن يبوئهم الله جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. وأنتم سمعتم أيضا الآيات التي تليت في ما قبل هذه المحاضرة، فالتالي تلا علينا صفات أولياء الله الذين لا يخافون ولا يحزنون. وصفهم القرآن بأنهم الذين آمنوا وكانوا يتقون. هذه هي صفات أولياء الله. فإذا ونحن كلنا ندعي حب الله، علينا أن نصدق هذا الحب بأن نكون من المؤمنين، وأن نكون من المتقين، وأن نكون من المحسنين، وأن نحرص على اتباع النبي عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة والتسليم. هذا المنهاج الذي إن سرنا عليه كنا صادقين في دعوى حب الله سبحانه وتعالى، وكان ذلك سببا لأن ننال حب الله عز وجل الذي يتبعه ما يتبعه من غفران الذنوب وتبوئتنا جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المحبين لله ورسوله الصادقين في حبهم. اللهم اجعلنا من أوليائك المتقين، ومن حزبك المفلحين، ومن عبادك المخلصين، ومن جندك الغالبين، واجعلنا من الفائزين يوم الدين، وأورثنا يا الله جنة النعيم. اللهم اغفر لنا خطايانا كلها، سرها وظاهرها، صغيرها وكبيرها، ما علمنا منها وما لم نعلم. اللهم علمنا ما لم نعلم، وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، ووفقنا للعمل بما نعلم، إنك بالإجابة جدير، نعم المولى ونعم النصير. اللهم إنا نسألك بأننا نشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت، الواحد الأحد الفرد الصمد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك ربنا أن لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا أصلحته، ولا غما إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا عافيته، ولا غائبا إلا حفظته ورددته، ولا ضالا إلا هديته، ولا عدوا إلا كفيته،
ولا دعاء إلا استجبته، ولا رجاء إلا حققته، ولا بلاء إلا كشفته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا محروما إلا رزقته، ولا جاهلا إلا علمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك رضا ولنا صلاح ومنفعة إلا قضيتها ويسرتها في يسر منك وعافية. اللهم اجعل الموت خير غائب ننتظره، والقبر خير بيت نعمره، واجعل ما بعده خيرا لنا منه. اللهم إنا نسألك أن تهب كل منا لسانا صادقا ذاكرا، وقلبا خاشعا منيبا، وعملا صالحا زاكيا، وإيمانا خالصا ثابتا، ويقينا صادقا راسخا، وعلما نافعا رافعا، ورزقا حلالا واسعا. ونسألك ربنا أن تهبنا إنابة المخلصين، وخشوع المخبتين، ويقين الصديقين، وسعادة المتقين، ودرجة الفائزين. يا أفضل من قصد وأكرم من سئل وأحلى من أصي، يا الله يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. إنك ربنا على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وشكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.